خليني ارجع معاك يا دكتور ونتكلم عن انواع اللقاحات المختلفه. الحقيقه انه اللي احنا بنشوفه او التسابق على مستوى العالم اللي بيحصل ان كل دول عايزه تحصل على لقاحات. مصر الحقيقه كانت من الدول السباقه ولها تجربه الحقيقه متميزه جدا في انه تشوف انواع اللقاحات المناسبه اللي بتناسب حتى طبيعتنا كمصريين، الاطلاع كمان على خلينا نقول التحور اللي حصل لهذا الفيروس، يعني شأنه شأن كل الفيروسات اللي بيحصل لها تطور وتحور خلال المراحل المختلفه. اخر ما وصلنا اليه يا دكتور من انواع اللقاحات اللي تعاقدنا عليها. هو حضرتك طبعا اسمحي لي في البداية أن أنا أقول لحضرتك مصر من الأول كان ليها توجه مختلف، ويمكن العلم أيد وجهة نظرنا وتعاملنا مع الجائحة. يعني حتى في الاختبارات المستهدفة أن حضرتك إما بنتكلم على الحظر الجزئي لاستمرار حيوية الدولة، وإن ما بنتكلم على استمرار الخدمات الأساسية المقدمة للسادة المواطنين، يمكن إحنا ودول قليلة معدودة على الأصابع، يمكن مصر واليابان تحديدا يعني كانت من أقل الدول تضررا بشهادة منظمة الصحة العالمية، بخلاف الدول التي اختارت المسح الكامل واختارت الحظر الكامل والإغلاق الكامل. فطبعا كانت حاجة كملناها طبعا بجهود الدولة المصرية في الحصول على اللقاحات. زي ما حضرتك تفضلت وقلتي احنا كنا شركاء أساسيين في التجارب الإكلينيكية على اللقاحات، ثم ان احنا في البداية خالص تعاقدنا وأمننا حصة مصر من اللقاحات، سواء من خلال الشركات المصنعة ليها أو من خلال التحالف العالمي لإتاحة اللقاحات الكوفاكس. طبعا اللقاحات زينا زي كل دول العالم، ما فيش لقاحات بتيجي بكميات مهولة أو تغطي السكان مرة واحدة، وكل دول العالم قامت بعمل فئات مستهدفة وضعت أولوياتها الخاصة. طبعا زي حضرتك ما قلتي احنا في دلوقتي عندنا لقاحات، يعني احنا اللقاحات المنتجة بتاعت ساينوفارم موجودة عندنا، اللقاحات بتاعت استرازينيكا بمشين وفقا للجدول المعمول به ومحطوط من اللجنة المشرفة على اختيار وتوزيع اللقاحات. وطبعا الجدول بتاعنا واضح يا فندم ان احنا بنخلص الطواقم الطبية، وان شاء الله اول ما نخلص في خلال الاسبوع القادم ان شاء الله هتفتح للسادة المواطنين الفئات اللي هي فعلا محطوطة ضمن الاولويات سواء كبار السن او اصحاب الامراض المزمنة. طيب دكتور عايزين بقى نطمن الحقيقه، وانا يعني حضرتك يعني من اصحاب العلم بقى والخبره، يعني انا شفت ما تم نشره مؤخرا والبيانات الصادره من وزاره الصحه والسكان عشان نطمن اهالينا انه حتى الان كل التجارب السريريه اللي اتعملت على هذه اللقاحات هي امنه على كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. يا فندم احنا اللقاحات المصنوعة على اختلاف تقنياتها سواء inactivated virus أو أن أجزاء من الفيروس متحملة على فيكتور، زي اللقاحات مثلا استرازينيكا متحملة على الأدينو فيروس أو أن أنا الماسنجر RNA. الحصول على الموافقة الطارئة من هيئات دولية مشهود لها وهي مرجعية علمية زي الـ FDA أو هيئة الدواء البريطانية أو هيئة الدواء الأوروبية، دي حاجة مطمئنة للغاية. وفعلا يا فندم الطعوم لم يسجل منها آثار جانبية سوى اللي هو المعتاد والمتعارف عليه من الطعوم المختلفة، زي حضرتك الاحمرار والتورم في مكان الحقن، تكسير في الجسم لفترة لا تتعدى 24 ساعة وما بيتاخد لهاش أي شيء وهي بتروح لوحدها. ففعلا اللقاحات هي حاجة آمنة ومأمونة، وبطمن السادة المشاهدين جميعا أني بغض النظر عن المرجعيات الدولية والهيئات الدولية، احنا عندنا في مصر هيئة الدواء المصرية واختباراتها من أشد وأصعب الاختبارات على مستوى العالم، والمعامل المركزية لوزارة الصحة اللي بؤكد عليه أن أي جرعة من علاج ما، مش بس لقاح أو مصل يا فندم، هو بيمر باختبارات شديدة التعقيد لكي
يحصل في الآخر على شهادة إن هو قابل للتداول في السوق المصري ويمكن أن يتناوله المواطن المصري. ده أمر جيد جدا ورسالة طمأنينة هامة جدا من حضرتك. ونعود بقى يا دكتور وأسألك على الوضع الوبائي في مصر. يعني كتير جدا من دول العالم تعرضت لسلالات مختلفة من هذا الفيروس، منها اللي احنا شفناه في بريطانيا، في جنوب أفريقيا، لكن حتى الآن يعني مصر الحمد لله الحمد لله الحمد لله لم يحدث فيها هذه التحورات الخطيرة لفيروس كورونا المستجد. بالعكس احنا بنشوف فيه انخفاض كبير جدا في معدلات الإصابة، وأيضا ارتفاع كبير جدا في معدلات الشفاء. طبعا الحمد لله يا فندم، بس هو يعني مش احنا اللي بنقول كده، ده ربنا سبحانه وتعالى وكل الكتب السماوية اللي بتقول كده عن مصر يا فندم، وإن اسمها ارتبط بالأمن في كل زمان وفي كل حين. يعني فحضرتك فعلا هي الشيء الطبيعي إن كثير من الفيروسات بيحصل فيها الشفت والدريفت، إن بيحصل فيها بعض التحورات. طبعا زي حضرتك ما تفضلتي وقلتي السلالة اللي ظهرت في بريطانيا ثم السلالة بتاعت جنوب أفريقيا، الحمد لله احنا عندنا المعامل المرجعية بتاعتنا السي بي اتش ال أو المعامل المركزية لوزارة الصحة، هي بتقوم بفحص الفيروس وبتشوف كمان يعني التسلسل بتاعه، فلم نرصد وجود هذه السلالات الحمد لله. ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى واستكمال حتى ل نعمة الأمن الصحي بتاع جمهورية مصر العربية. يعني الحمد لله. بالنسبة للموقف الوبائي حضرتك، طبعا احنا يعني إذا كانت الموجة الأولى احنا مرينا بالبيك بتاعتها أو قمة المنحنى في 24 يونيو، الموجة الثانية احنا كنا مستعدين ليها جيدا وعرفنا فعلا اللي تم في الموجة الأولى وكملنا وبنينا على المكتسبات والنجاحات اللي قامت بيها وزارة الصحة وسائر أجهزة الدولة. كانت تعليمات معالي الوزيرة لازم نكون جاهزين دائما لأي موجات محتملة. بالفعل يوم 30/12 كان البيك بتاع الويف الثانية اللي هو عدد كان 1418 حالة، الحمد لله احنا بقالنا فترة بننزل استقرار في الحالات ما بين الخمسميات والستميات. يعني يمكن امبارح احنا مسجلين 600 حالة، اليوم اللي قبله 610، فاحنا الحمد لله في الطريق الصحيح. وان كان يعني الضامن الاكبر لنزول الحالات وتسطيح وانخفاض عدد تسطيح المنحنى الوبائي وانخفاض الحالات لأرقام قليلة للغاية هو مرتبط طبعا بغلق دائرة الانتشار المجتمعي، وإن احنا ننوه هو فعلا الشعار اللي بترفعه الدولة المصرية والجهاز الإعلامي المحترم ومكتوب في تتر كل قناة دلوقتي في التباعد حياة. هو فعلا يعني احنا لازم التباعد الاجتماعي شويتين، لازم غسل الأيدي، من فضل حضراتكم ارتداء الكمامات في أي أماكن فيها مخالطات، التهوية الجيدة هي عامل أساسي للغاية، وخاصة إن احنا في فصل الشتاء وما يصاحبه من موجات باردة شويتين بتدعو الناس للدفء. معلش يا فندم من حين لآخر لازم نجدد الهواء ولازم نفتح شبابيكنا ونفتح البلكونات ونفتح يعني أي مصدر لتجديد تيار الهواء. الهواء المتجدد بيقلل الملوثات اللي موجودة فيه، وبالتالي بتقلل فرصة الإصابة بالعدوى نتيجة إن أنا بشيل أي عوالق موجودة في أي بيئة محيطة بيا وفي الهواء.